يعني ميسان، بلشنا نحكي صبح عن الطاقة الإيجابية، وبلشنا نحكي عن يمكن هي المرحلة اللي عم نعيشها هي أكيد صعبة، وخاصة مر عيد الفصح. التقويم الغربي بنعايد الكل، أكيد وعيد بنعدو. الفصح أكيد جاي، يعني وهلأ أسبوع الآلام عند التقويم الشرقي. كمان إنه المتعودين ينزلوا على الكنيسة ويمارسوا هدول في الطقوس طقوس تماما، فكانت بقلب البيوت، وشفنا كل حدا كيف عم يحتفل بطاقته الحلوة. وأكيد هلأ عم نحضر كلنا لرمضان لحتى العيلة هيك تبقى ملتمة بطاقتها الحلوة. صحيح ليا، يعني عم يعني نحن اليوم ما رح نبعد عن هالموضوع، رح نحكي عن موضوع الطاقة صحيح الحيوية. قد يكون الإنسان ناجح ولديه طاقة إيجابية تجاه أسرته، لكن عم يحمل أحيانا طاقة سلبية تجاه عمله أو بشغلات تانية محيطة حواليه. كل ما زادت طاقته الإيجابية زادت قدرته على العمل والإنتاج، بينما الطاقة السلبية عم تجلب الأمراض النفسية بلحظة من اللحظات، العصبية والتوتر وغيرها. هل هذا الكلام صحيح؟ وشو هو علم الطاقة الحقيقي؟ وكيف ممكن أنه نحن نطبقه بحياتنا اليومية وخصيصا بهي الظروف؟ رح نتعرف عن هالموضوع مع الأستاذ عمر الحلبي، اختصاص علم طاقة. أهلا وسهلا ويسعد صباحك. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية وعيد فصح مجيد لكل الإخوان اللي إن شاء الله اللي كانوا امبارح شكرا. والأسبوع الجاي، وشكرا لاستضافتي معكم اليوم. اهلا وسهلا فيك. يعني نحن بدنا نبعد شوي عن التنظير، كلنا عم نمرق بظروف صعبه، والعالم كله عم يمرق بوباء، يعني لازم نكون اكثر وعي للحد وللتصدي من انتشار فيروس كورونا المستجد. وبرجع بقول بعيدا عن التنظير، كلنا عم نمل بالبيت، كلنا عم يصير عنا حال والتوتر والمشاكل بقلب بيتنا أو بين بعضنا. خلينا نحكي بداية كيف فينا نكون أكثر ريلاكس، أكثر هدوء وامتصاص لحتى ما نغضب. تمام، أول شيء خليني أحكي أنه علم الطاقة الحيوية هو علم أكاديمي موجود بالدول المتقدمة، واهم يعني من الدول الصديقه عندك روسيا، الصين، الهند. بالهند في عندك جامعه اسمها مهاريجي، هي يعني جامعه احد الاختصاصات تبعها هي البايو انرجي او الهيومن انرجي اللي هي بتحكي عن الطاقه الحيويه بشكل علمي. بروسيا عندهم جامعات البرا سايكولوجي، و يعني باوروبا بشكل عام كمان يعني عندهم اختصاص البرا سايكولوجي كثير قوي، البايو انرجي، التاي تشي، التشي كونغ، هي موجوده منتشره عندهم بشكل كثير كبير. في عندك جامعه سيدونا، بريكلي سايكليك انستيتيوت، هي كلها جامعات عم بذكرها مشان اللي بيحب يفتح على الانترنت ويشوف انه هي جامعات قائمه بحد ذاتها بيدرس فيها الواحد 4 أو 5 سنين علم الطاقه الحيويه. علم الطاقه الحيويه وكل شيء له علاقه، يعني ان كان غذاء ولا مسارات الميرديان بسموها، يعني هو الدول المتقدمة كلها عندهم اياه هذا العلم اكاديمي وبيدرسوه بالجامعات. حتى بروسيا بدرسوا هناك 6 سنين طب، السنة السادسة بدرسوا فيها المسارات، الأكيوبنشر، الميرديان، الهالة، الشاكرات، هي كلها بدرسوها يعني عندهم بالجامعة بشكل نظامي. فلهيك اللي بيخاف انه يكون علم الطاقة هو ما له علم، لا هو علم أكاديمي، الدول المتقدمة كلها بتشتغل فيه، حتى بالإمارات وزارة الصحة معترفة فيه ومسموح انه يعالج فيه الواحد إذا كان مختص. هي مقدمة صغيرة بس مشان نطمن العالم انه يعني انه في علم شيء اسمه، والدولة اعترفت عنا هون في من كم سنة الحمد لله، يعني بعد ما قدمنا لهم المناهج بشكل علمي الحمد لله، ودائما كان في يعني دعم لتطوير هذا العلم بشكل اكثر. قديش مهم انه نآمن فيه لهذا العلم؟ هو علم قائم بحد ذاته، بس اذا امنت فيه اكثر فانت رح تكون النتائج عندك اسرع بشكل عام. هلا خليني احكي عن الوضع، هلا خليني احكي بشكل عملي. اللي عم يقرا التقارير الطبيه اللي صادره عن الدول الاوروبيه وخاصه فرنسا والمانيا، اثبتت انه الاشخاص اللي ماتوا بهذا الفيروس هن اشخاص كان عندهم حاله توتر وهلع شديده. شو معناتها الحكي؟ معناتها انت مناعتك بتاذيها اذا كنت فايت بمشاعر سلبيه عاليه.
هلا وقت الواحد يفكر بشكل سلبي ومشاعر سلبيه فهو حيزيد عنده من افراز هرمون الكورتيزول والادرينالين، هدول بيخفضوا المناعه بشكل كثير كبير. وكمان عندك السكر اللي قاعدين عم ياكلوا سكر وكثير كمان بتزيد نسبه ايه الكورتيزول. فشو اسمه السكر بيخفض المناعه للنص اول ما بتاكل سكر، يعني بتاكل سكريات زياده. ف يعني فينا الواحد يعني يبلش يبتعد عن هذا الموضوع. هلا حنحكي شويه شغلات فينا نساويها لحتى الواحد يبتعد عن هي الشعور بالخوف والتوتر طول الوقت. هلا وقت الواحد قلت لك بيشعر بهذا الشيء فهو لحاله عم يأذي المناعه تبعه. ثاني شغله هو عم يمنع عنده الابداع. فانت وقت لما تنفرز عندك هدول الهرمونات فبيكون الجسم بحاله سرفايف، انا بس بدي اعمل الشيء المهمات الاساسيه عندي. اما المهمات الابداعيه ما بتطلع، بتطلع وقت ما تنفرز هرمون الدوبامين السيروتونين، هدول الهرمونات اللي بتخلق حاله الابداع وبصير الدماغ اكثر ذكاء. ففينا الواحد يعمل كثير شغلات بالبيت. يعني انا على قناتي وبنصح طلابي دائما والناس اللي بتتابعني انه في عندك شغلات كثير، وانا الحمد لله يعني طلابي ما عاد عندهم وقت قد ما بعطيهم شغلات يشتغلوها. فينا نلعب رياضه بالبيت، او هلا حيجي كمان مدرب بعدي حيحكي عن اليوغا كيف واحد يقدر يعملها بالبيت. في مدربه اذا بحب يتابعوها اسمها لبنى جوهرجي، هي عم تعمل كثير تمارين واحد فينا يعملها بالبيت هو وعيلته. يعني هي فرصة لحتى تعمل شيء هيك مشترك مع عائلتك وتمارين كثير بسيطة بس شد الجسم، لأنه هلا بعد ما تخلص هاي القصة رح نشوف حالات زيادة وزن كثير عند العالم. مبلشين فمن هلا مشان ما تبلشوا تفوتوا بهي السمنة المفرطة وبلش الجسم يترهل وكذا، فلا بلشوا هي رياضة خفيفة. ايه تفضل. الرياضة قديش بتساهم بانه تغير الطاقة اللي موجودة عنا؟ طبعا انت كل ما لعبت رياضة اكثر فانت اول شيء عملت يعني نشطت الدورة الدموية عندك، نشطت القلب. وقت ما تتنشط هدول بصير في عم تاخذ اكسجين اكثر لجسمك. وقت ما تاخذ اكسجين اكثر لجسمك فالموجات الكهرومغناطيسية اللي هي عندك اياها بتحيط بجسم الانسان لحالها هي بتقوى. وبدي اقول كمان يعني شغله ثانيه، اللي بيقرا شوي عن موضوع الخلايا فبيشوف انه كل خليه لها بطاريه. هي البطاريه اذا انت ما بتعمل رياضه، ما بتعمل تمارين تنفس بتزود حالك بالاكسجين، هي رح تبلش شوي شوي يعني رح تتقدم بالعمر وحتبلش يعني بعد الـ40 العالم تفوت نعم. خلينا نحكي كيف فينا هيك نتخطى مراحل الروتين ويصير عندنا هيك طاقة إيجابية بالبيت. يعني مثلا الأكل مثل ما ذكرت حضرتك من شوي بيعطي طاقة سلبية وأحيانا بيعطي طاقة إيجابية إذا كان غذاء صحي وسليم وصحيح. وأيضا ممكن الألوان بالبيت كمان كل فترة هيك نغير من وجود الألوان، نغير من الديكور، كمان أيضا بيعطي طاقة إيجابية. وأيضا خلينا نحكي عن بعض القصص أو التمارين يلي نقدر نحن من خلالها نخفف الستريس. تمام. هلا بدي احكي شغله اللي قاتل العالم هو موضوع الروتين اللي هن فوتوا حالهم فيه. يعني خليني اعطي مثال. يعني بحس اكثر شيء هو الموبايل. يعني الموبايل وقت الواحد ضل ماسكه هيك كل الوقت بصير بمل 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 بس الطاقه السلبيه. ايه يعني هلا الموبايل هو نعمه بس نحن عم نستخدمه بطريقه مو صح. ايه فنحن وقت لما فايتين بهذا الموضوع الروتين اليومي فنحن عم نقتل حالنا بدون ما نعرف. يعني للاسف مثل ما بيحكي الدكتور جو ديسبانزا الدكتور العالمي بموضوع علم الاعصاب، نحن كل يوم عم نفيق بنفس الطريقه، عم نتصرف نفس الطريقه، يعني بنفس السلوك، نفس ردات الفعل، عم نفيق بنفس الطريقه، عم نتعامل مع الناس، كل يوم عم نشوف نفس العالم. نفس الروتين نحن فوتين حالنا فيه كل يوم عم نمشي فيه بدون تغيير، يعني بكون في تغييرات بسيطة. هذا الروتين اللي نحن عم نمشي فيه
بيخلي الواحد يقتل حالة التغيير عنده. التغيير هو شيء مطلوب أساسي، وهلأ نحن هلأ بفترة أنه راجع حالك، هل أنت كنت ماشي صح بحياتك ولا لا؟ شركة نوكيا كلياتنا حملنا موبايلات نوكيا، وين هلأ؟ ما لها موجودة. ليش؟ لأنه ما واكبت التغيير. وقت نزل نظام الأندرويد ايه هن ما غير شيء من سياستهم، فلقوا حالهم صاروا برات السوق والشركه طلعت. فانت اذا ماشي بحياتك بروتين وما عم تطلع منه، اجى هلا الوقت لحتى انت تراجع حساباتك، انا كنت ماشي بحياتي صح؟ وهل انا لازم اطور حالي ولا لا؟ فينه الواحد يطور حاله هلا بكثير شغلات. في موقع اسمه مهارات، وفي منه كثير مثل هذا الموقع، فيها كورسات مجانيه، فينه الواحد ياخذ هاي الكورسات وياخذ معها شهادات، كله تطوير ذاتي. في كمان تطبيقات نازلة هلأ جديد تتعلم الإنجليزي، قراءة ومحادثة وكتابة، أنه فينا الواحد مثل ما عم نحكي هلأ الموبايل فينا يكون نعمة بالنسبة له. وشغلة تانية بدي أحكي عليها كمان، موضوع الموبايل، انتبهوا بس على أنه تعملوا تصفية للضوء الأزرق، لأنه التعرض كتير لشاشة الموبايل يعني عم تعرض عينك عليها بيعمل إجهاد، إرهاق. الضوء الأزرق اللي موجود بالموبايل بيعمل إجهاد. ففي خيارات ضمن الضبط إنه إخفاء اللون الأزرق هذا بيريح العين. فنحن عم نحكي هيك نصائح عامة مشان بس نفيد العالم. فإذا هلأ ما قررت إنك تتغير، فرح تلاقي حالك صرت آخر العالم، لأنه في تغييرات كتير حتصير هلأ بالفترة الجاية. هاي التغييرات، خلينا نرجع طاقيا شوي نحكي بالموضوع. نحن اليوم وقت نحكي عن علم الطاقة الحيوية، هو كعلم موجود، كيف فينا نستثمره بحياتنا اليومية إن كان بهاي الظروف أو بشكل عام بكل أوقاتنا بكل اللحظات اللي نحن عم نعيشها يوميا؟ تمام. هلأ كلنا بنعرف سياسة ال 21 يوم. ليش 21 يوم؟ لأنه 21 يوم بيصير تقدر أنت تعمل تغيير سلوك بحياتك، بيصير عندك عادة جديدة. فمن ضمن الشغلات اللي بينصح فيها الدكتور جو ديسبانزا، اللي كمان هو بيحكي عن علم الطاقة الحيوية، أنه موضوع التأمل. هلا في كتير عالم، كان دكتور صلاح هدول أساتذتي، ولا الدكتور أحمد عمارة، ولا هندة محمد، عم يحطوا تأملات هلا على اليوتيوب فينكم تعملوها. هي التأملات بتساعدك أنك أنت تعرف حالك أكثر، تعرف شو أهدافك. أغلب الناس ماشيين بلا هدف صراحة، هو عم يروح على شغله بيرجع على بيته بيقعد مع عائلته شوي بينام، ما في اي هدف. يعني مثل واحد ماشي بسفينه بقلب البحر ولا عرفان لوين رايح. فاذا انت ما لك عرفان حالك لوين، عندك اهداف، فرح يجي ناس ثانيه عندها اهداف ثانيه وبتسبقك باختصاصك اللي انت موجود فيه. فبلشوا اعملوا تاملات، وقت ما الواحد بتعود يعمل تاملات كل يوم لو 10 دقائق، فرح يعمل تغيير بحاله، رح يبلش يفهم انه انا عندي هاي المشكله هون، انا عندي هذا الغلط هون، انا فيني اتطور هيك. اغلب العالم ما بتقعد مع حالها، قاعده مع الموبايل، بس هي ما لها قاعده مع حالها، ما بيعرف شو النقاط الضعف اللي عنده، ما بيعرف شو لوين هو بده يتطور، ما بيعرف لوين هو رايح. يعني انا اغلب العالم بسالهم انت بعد 5 سنين وين بدي اشوفك؟ بتلاقيه بيطول بالاجابه او ما بيعرف يرد عليك. طب اذا انت ما لك عرفان بعد 5 سنين، فانت رايح لمكان ما في وجهة. فعلم الطاقة الحيوية بيحكي كتير عن موضوع العقل الباطن. بلش من اليوم، هدول التأملات ما بياخذوا منك وقت. بيقولوا لك جيب دفتر بلش سجل عليه، رح تعرف انت لما تعمل هاي التأملات وتكون انت ضمن بينك وبين نفسك، رح تعرف انه انا عندي مشكلة هون، انا عندي نقطة ضعف هون، عندي مشكلة نفسية مثلا هون. وهن رح يساعدوك، او كلياتنا حنتساعد بهذا الموضوع، واي حدا بيحب يسالني انا ما في عندي مشكله اني جاوبه. وقت لما بلش واحد يعرف حاله يحط اهداف له، رح يبلش يتطور للافضل. دائما انا بنصح العالم انه اعمل شيء يعني جديد. يعني اذا كنت مثلا بتروح على الشغل من هذا الطريق، روح مكان ثاني، لا تعود نفسك على روتين. تمام. قاتل. وكمان نحن يمكن مرقنا ب9 سنين من الحرب، وهلا عم نعيش وباء عالمي وظروف اقتصاديه صعبه وفقدان ايضا كثير صعب، يعني يمكن شوي بتخفف لك من عزيمه انك انت تقرر اهدافك او تسلك الطريق اللي بدك اياه. في ظروف صعبه كانت طاغيه على الكل، ولكن بنشوف بنفس الوقت في اشخاص
أشخاص كان عندهم إرادة وعزيمة وإصرار. يعني كلمة إصرار قديش مهمة أنك أنت تحصل على هدفك، يمكن تتعركس من هون تتعركس من هون، ولكن خلينا نكون واقعيين، المصر أكيد رح يوصل لهدفه. أنا حابب أحكي مثال سوري نحن بنعتز فيه، اسمه رجل أعمال محمد الطراد، ما بعرف إذا سمعانين فيه. هو موجود بفرنسا، هو حدا مليونير هلأ، يعني عنده صار شركات ما شاء الله منتشرة بأكثر من بلد. محمد الطراد هذا شخص يعني كان موجود ببيئة نقول مثل صحراء، كان كل يوم يروح مشي 10 كيلومتر هو صغير على المدرسة بس ليقدر يتعلم، 10 كيلومتر روحة و10 كيلومتر رجعة، بأماكن ما فيها يعني بطرق غير معبدة بس لحتى يتعلم. فهذا الشخص يعني أسس نفسه من لا شيء. فاللي بيقول لك إنه ما في فرص، لا، هذا الشخص كان دائما يلاقي اللي بيحب يقرأ عن قصة حياته. في كثير اشخاص علمونا الاراده اكيد، يعني ان كان بعلمهم بدراستهم، ان كان بالوضع المعيشي اللي كانوا عايشين فيه وكيف غيروا وضعهم المعيشي. هدول الاشخاص لازم يكونوا قدوه لنا بكل تفاصيلهم. تماما. فوقت ما واحد بيرى عن حياته دول الاشخاص، هدول شافوا من الظروف اللي تبعهم شافوا منا فرص. فنحن وقت لما نغير نظرتنا، يعني ليش نحن عم نقول العبوا الرياضه بالبيت، عملوا تمارين تنفس، هلا في كثير تطبيقات على الجوال، يعني بس كتب كلمه تنفس بيطلع لك اكثر من تطبيق تقدر تطبقه. انت هدول وقت ما بتمارسهم رح يبلش جسمك يفرز. طيب خلينا بما انه عم نحكي عن تمارين التنفس، خلينا نحكي لكل حدا عم يحضرنا، لكل كبير وصغير وكل ستات البيوت وهيك، كيف فينا نحن بس نفيق الصبح نعطي حالنا طاقة إيجابية لنبلش نهار حلو؟ خلينا نحكي تمارين واقعية وفينا كلنا نعملها نحن وببيوتنا. تمام. هلا في كثير تمارين تنفس فينا الواحد يعملها. في عندك تمرين مثلا 4-2-6 إذا الواحد بيقدر يعمله بالبيت. 4 اللي بياخد، هلا حاحكي لكم عنه. 4 هن شهيق، 2 حبس نفس، 6 أو 8 الزفير. هذا بسموه تنفس تفريغي، هذا بيساعد كثير انه الواحد يهدي من نفسه ويطلع المشاعر السلبيه تبعه. هي اذا واحد كل يوم بيعملها 5 دقائق اول ما يفيق، فهو حيبلش نهاره بهيك بطاقه ايجابيه. وبدي احكي شغله ثانيه كمان، موضوع كمان المناعه له علاقه بوقت النوم. فنحن وقت لما عم ننام بعد 4 الصبح اغلب العالم هيك عم شوفها، فانت جسمك الهرمونات كلها ما اخذت منها شيء. هي الهرمونات هي بتعمل مثل ما بيقولوا تنظيف للجسم وقت ما الواحد يكون نايم. فانت اذا هدول ما لحقت يعني ينفرزوا وانت نايم بهذا الوقت، فانت نظام مناعتك حيبلش ينخفض. ف وقت لما نبلش نهارنا بتنفس، وقت لما نبلش نهارنا بمحاضرة مثلا للدكتور صلاح راشد، أحمد عمارة، هدول الأشخاص المعروفين حول الوطن العربي، رح تبلش نهارك بشيء إيجابي. رح تتعلم كيف تحط أهدافك، كيف تغير من عاداتك والسلوك تبعك. أنا بنصح العالم هلا إنه تجيب دفتر وتشوف شو عندها، يعني تبلش تحط اهداف. انا بعد هاي الازمه اللي انا ماشي فيها لوين بدي روح؟ شو الشيء اللي هلا انا بدي اطور حالي فيه؟ وشو الشيء اللي بدي غيره بحالي؟ اذا ضليت مثل ما انا ففي ناس كثير رح تسبقني، لانه هلا الدنيا عم تتغير، في شركات نزلت، في شركات هلا عم تطلع. المشكله العالم ما مثل ما قال الدكتور كمان جورج سبانزا، انه العالم ما بتفكر بالتغيير الا وقت ما يصير في ازمه او يصير عنده صدمه او يصير عنده لازم نحن نكون مبادرين للتغيير. يعني شكرا كثير لك استاذ عمر الحلبي للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى من الكل انه يحاولوا يغيروا بحياتهم وتكون الطاقه الايجابيه هي اللي عم تسيطر على حياتنا لحتى نمشي للشيء الافضل. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك.